السلام عليكم. اليوم فيديو عن أجمل 10 عطور ستاتية شتوية. أنا شفت على اليوتيوب ما في كثير اهتمام بالعطور النسائية، مش معطينا كثير اهتمام، ما في توك عنهن، ما في فيديوهات خاصة المحتوى العربي للأسف. فقررت أحكي عن العطور الستاتية، عن عطور صيفية، عطور شتوية، بعض العطور الستاتية. وفي كثير طلب من الصبايا على القناة للإشارة للعطور الستاتية، وإن شاء الله رح أحاول قدر الإمكان ألبي رغباتكم. ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشيروا الفيديو. رقم 10 في هاي المجموعة بلاك بيرز من إليزابيث تايلر. العطر كلاسيكي نسائي، العطر قديم شوي من إصدار عام 1996، عطر زهري فاكهي. معنى العطر اسمه اللؤلؤة السوداء. العطر الباتشات القديمة، حاولوا تشتروا من الانتاجات القديمة لهذا العطر الباتشات القديمة، لأنه الباتشات الجديدة أدائها شوي ضعيف. العطر أداءه خرافي جميل، مناسب للمرأة الكلاسيكية، للمرأة الناضجة إلى حد ما، فوق 30 فوق 40. عطر مكتبي، عطر منزلي، أداءه خرافي جميل. الخوخ كثير واضح في هذا العطر مع المكونات الزهرية، كثير إليجانت هذا العطر، كثير دافي هذا العطر، مناسب جدا للشتاء. ممكن الصبايا مش كثير رح يحبوه، هذا العطر للناضجات شوي، فبفضل لكم تجربوا هذا العطر قبل الشراء، ما تشتروه عمياني. هذا العطر رقم 10 حل عين. رقم 9 في هاي المجموعة عطر فيرزاتشي كريستال نوار، عطر شتوي جميل جدا، أداء خرافي لهذا العطر، سعر كثير مناسب. العطر كثير إليجانت، كثير دافي، كثير في مكونات سويتية. شكل العبوة بيحكي قصة العطر بمنتهى البساطة. اللون تاع العبوة نفس اللون تاع العطر، نفس الريحة، كثير مناسب لليالي الشتاء، لصباحات الشتاء. بالمناسبة أنا بحب العطور الشتوية سواء كانت الرجالية والنسائية، الشتوية أكثر من الصيفية. بتحس العطور الصيفية أحيانا مملة، عطور مائية زهرية أكواتيك، بينما العطور الشتوية عطور فيها مكونات كثير، بتدخل مكونات الفاكهية فيها، بتدخل مكونات العود، بتدخل مكونات الجلد، التوباكو، كثير مكونات. مكونات العطور الشتوية هي العطور بسموها الديرتي وليست العطور الصيفية الكلين، بتحس المكونات أغنى فيها، خلط المكونات أسهل عليهم، عمق المكونات أكثر، وأدائها طبعا مضاعف كثباتية وفوحان في العطور الشتوية معظمها الرجالية والنسائية عن العطور الصيفية. فالعطور الشتوية أنا بستمتع فيها أكثر من العطور الصيفية. رقم 9 في هاي المجموعة فيرزاتشي كريستال نوار. رقم 9 في هاي المجموعة هو عطر المفضل اللي دائما بحب أشمه على زوجتي خاصة في البيت، اللي هو جيسيكا من فانسي. عطر كثير جذاب، كثير فاكهي، سويتي، خفيف، قريب كثير من الجلد، مش فواح كثير معبي المكان. هذا العطر عنده ذكريات كثير عندي، من أجمل العطور النسائية، عطور المتزوجين، عطور الصبايا. عطر جذاب، أداءه شوي متوسط، مش فواح كثير لكنه ثابت إلى حد ما، بيعطيك ثباتية 5 ساعات، فواحان مش أقل من نص ساعة على ساعة إلا ربع. ليش العطر حل عندي رقم 8؟ لأنه بعضكم بدور على عطور أداءها أقوى ونوتاتها برضو متفردة، واضح كمية الاستهلاك من هذا العطر، ولسه رح أجيب كمان عبوة باك أب. رقم 7 عطر إيفوريا من كيلفين كلاين. هذا العطر عطر زوجتي رقم 1، مش عطري أنا. استهلاك رهيب من هذا العطر، كثير هذا العطر آمن، مناسب كثير للشتاء. أنا بشوفه مناسب لكل الفصول مش للشتاء. هذا عطر طوارئ، عطر من العطور اللي ممكن تستخدميها في أي وقت بدون تفكير. إذا كانت هاي المناسبة الدنيا حر أو شتاء أو برد، ممكن بسهولة ترتدي هذا العطر. أداؤه جيد جدا هذا العطر، 8 بلس أورز، بيعطيك ثباتية، فوحان بيعطيك مش أقل من ساعة. الباتشات القديمة قوية لكن الباتشات الجديدة ممكن شوي أداءها أضعف. أكيد راح تحصلي مديح على هذا العطر، لكن برأيي الشخصي بشوف العطر كثير مكرور، مشابه كثير لعطور السيدات، لعطور الصبايا. النوتة الزهرية في هذا العطر، معظم عطور الصبايا موجودة فيها النوتة الزهرية. فإذا بتبحثي عن عطور ثانية فيها إبداع أكثر، مكوناتها فيها تفرد أكثر، القادم رح يكون أفضل. رقم 7 عنا عطر إيفوريا من كيلفين كلاين. رقم 6 في هاي المجموعة عنا عطر أولمبيا من باكورابان. عطر كثير صيفي، كثير
دافي، مكونات الفانيلا في هذا العطر اللي داخل على هذا العطر تعطيه دفء لهذا العطر، أداء جيد جدا من الزهور، من الفانيلا، من النوتات المائية. غريبة يكون نوتات مائية في عطر شتوي، نوتات زهرية كثير في عطر شتوي، لكن ستيل هذا العطر بيعطيك دفء، بيعطيك وارم في الشتاء، وبيجيب لك أكيد مديح، ثباتيته جيدة جدا، كثير جذاب هذا العطر. رح يسألوك أكيد الناس الذكور والإناث عن هذا العطر، ذكرني بريحة غزل البنات، العطر سويتي يعني كراميل، عطور الديزيرت الحلويات، كتير نايس هذا العطر. عطر أولمبيا من بكربان حل عندي رقم 6. عطر 5 في هاي المجموعة ليدي مليون لاكي، برضو من بكربان، تنتج عطور ستاتية ورجالية فخمة جدا وبأسعار مناسبة إلى حد ما، مش منخفضة كتير ومش مرتفعة، فهي عطورها مناسبة إلى حد ما. العطر فاكهي، عطر ليدي مليون بكل أصناف، وعطر 1 مليون الرجالي بكل أصناف، وفي نوتة متفردة متميزة هي نوتة العسل. العسل في العطور الرجالية في 1 مليون وليدي مليون واضح كثير فيها، للأشخاص اللي بيحبوا النوتات السويتية الكثير الشجرية، نوتة العسل كثير جميلة، كثير جذابة، خاصة النسائية. مع أني أنا عندي موقف من العطور 1 مليون الرجالية، مش من عشاقها، ما بحس العطر له شخصية، أنه عطر كثير سويتي على الرجل، بعكسه عطر ليدي مليون الستاتية عطر رائع جدا جدا. إذا تفكري في عطر جذاب صبية معها 1 مليون دولار، هذا العطر هيك شخصيته، هيك بيشبه عطر الثقة بالنفس. لما ترشي هذا العطر فصل الشتاء، كمية السويتنس اللي فيه، بتكوني واثقة من نفسك، مش أي حدا بيقدر يرتدي هذا العطر. لازم تجربيه قبل الشراء. أداء العطر 6 ساعات ل5 ساعات ثباتية، فوحان مش أقل من ساعة لربع، وشكل العبوة أيضا كثير جميل، كثير شبه الجوهرة، يعني اسم على مسمى. رقم 5 في هاي المجموعة ليدي مليون لكي، مع عطر إيليان من ثيري موغلر، أو تيري موغلر سموه زي ما بدكم، أو موغلر لأن الشركة انباعت وصار اسمها موغلر لحاله، تيري باع الشركة. العطر هذا 3 مكونات، مكون زهري، مكون فاكهي، ومكون خشبي. العطر ليش رقم 5 عندي؟ العطر آمن، عكس العطر اللي قبله ليدي مليون لكي بدك تشميه قبل ما تشتريه، لكن هذا العطر تقدر تشتريه بلايند باينج بدون ما تشميه، ما حدا رح يكره هاي النوتة عليك، ما حدا رح يتضايق منها، عطر كثير آمن، كثير سيف، أي حدا رح يشم هذا العطر عليك رح يحبه من أول البداية العطرية للقلب للقاعدة، بتتمك تشمي ريحة كثير جميلة، كثير نايس، مش مؤذية لحدا، مش أجرسيف لحدا، مناسب كثير للشتاء. النوتات اللي فيه نوتات زهرية مع نوتات خشبية مع نوتات فاكهية، السويتنس مش طاغية في هذا العطر، في توازن في النوتات، عطر ستاتي جميل. أداؤه هذا العطر جيد جدا، بيعطيك 7 ساعات ثباتية ومش أقل من 1.5 ساعة لساعتين بوحان. العطر على الملابس ضعف بيعطيك من على الجلد، ممكن تستخدميه على الملابس وعلى الجلد، مناسب جدا للعمل، سعره مش مرتفع. إذا بدك تفكري في هدية لحد اشتري هذا العطر، ما حد رح يكره النوتة هاي على هذا العطر، وبسعره مناسب. عطر كلاسيك من جامبو غوتيه، هذا العطر عطر نسائي شتوي جميل كثير، عطر كثير فيرساتايل في فصل الشتاء فقط، عطر شتوي في مكونات النظافة. هاي النوتة غريبة على العطور الشتوية، بالعادة العطور الشتوية بسموها ديرتي بيرفيوم، ما فيها مكونات نضرة، هذا العطر في مكونات النظافة، رغم انه عطر شتوي نوتات العطرية فيها فاكهة، فيها سويتنس، فيها مس. العطر أداء خرافي، بيعطي طابع باودري، العطر خاصة في القلب والقاعدة العطرية، الأداء 8 بلس أورز على الأواعي على الملابس، بيعطيك ثبات خرافي، فوحان جيد جدا، عطر للبيت للعمل، عطر العمل رقم 1، ممكن تشتريه وترشيه في العمل في فصل الشتاء، عطر آمن جدا، أكيد رح يحصل مديح، وسعره متوسط مش كثير مرتفع، مناسب للعمر الصبايا الصغار وللناضجين، كثير بنصح في هذا العطر. عطر مارك جيكوب ديكيدانس، هذا العطر حكيت كثير عنه في فيديو كامل عامله عن هذا العطر، ما بدي كثير أسف عن هذا العطر، تقدروا ترجعوا للفيديو تحضروه. العطر عطر سبايسي، من أجمل العطور الستاتية اللي فيها النوتات السبايسية الغريبة القوية، بالعادة النوتات السبايسية بتكون موجودة في العطور الرجالية، أشهر عطر إيف سان لوران لانوي دي لوم، هذا العطر عطر ستاتي فيه نوتات سبايسية مع نوتات زهرية مع نوتات فاكهية، ثبات خرافي، أداء خرافي، سعر كثير جميل، بيعطيك إثارة من نوع ثاني. هذا العطر مش لأي حدا، للمرأة الجريئة، للمرأة اللي حابة تجرب عطور مختلفة عن العطور الزهرية الفاكهية، هذا العطر يغلب عليه السبايسز، كثير بنصح فيه، مش بقول إنه مش آمن إنه حدا رح يكره،
هو، لكن إذا متعودة على العطور السويتية، العطور الفاكهية، بنصحك تجربي هذا العطر. ممكن تغير وجهة نظرك في العطور الستاتية، عطر نوتات متفردة، أداء جيد، شكل العبوة جميل، بتكون زي الشنطة، موجودة في الفيديو كامل. العطر من أجمل العطور الستاتية. رقم 2 في هاي المجموعة هذا العطر، عطر نيش وليس ديزاين. فكرة العطور النيش هي الشركات المتخصصة فقط في إنتاج العطور، ما بتنتج أي شيء ثاني، مش زي جوتشي مثلا بتنتج ملابس، طواقي، شنتات، أو بولو نفس الشيء، ملابس وأواعي رياضة وشنتات وميك اب. هاي العطور بتكون عطور مرتفعة السعر، طبعا هاي عشان تحمي الأوبتمايزر. العطر النوتات لهذا العطر 3 نوتات، مسك وعنبر وياسمين. هاي النوتات معمولة بطريقة جميلة جدا، مش كثير في نوتات، يعني النوتات مركزة جيدا، والنوتات بتعطيك أداء جميل، أداء خرافي لهذا العطر. بيعطيك 8 بلس أورز على الجلد وعلى الملابس ضعف هاي. مش فواح كثير هذا العطر، ممكن أنا أرش هذا العطر لأنه عطر يونيسكس مناسب للذكور والإناث. عطر كثير بنصح فيه، ممكن سعره شوي مرتفع ولكنه نوتات كثير متفردة. أنا بعشق شركة مونتال، منتجاتها عطور الستاتية والرجالية كثير رائعة، كثير فخمة هاي العطور. رقم 1 في هاي المجموعة عطور سينسوس من شركة استيلاودر. طبعا شركة استيلاودر شركة مشهورة بتنتج العطور الستاتية ومستحضرات التجميل الستاتية. هذا العطر بيشبه ريحة مستحضرات التجميل الستاتية، عطر كثير فخم. طبعا مستحضرات التجميل اللي سعرها كثير مرتفع، هذا العطر مكوناته بتعطيه طابع باودري فخم جدا جدا، بودرة سعرها مليون دولار بدون مبالغة. العطر خشبي شرقي، نوتات شرقية، نبتة اليالينج اللي موجودة في هذا العطر هي نبتة موجودة في جنوب شرق آسيا، هي عبارة عن فاكهة تعطي العطور، تدخل في صناعة العطور، تعطي العطور نوتات متفردة جميلة. أي عطر رجالي أو ستاتي في هاي النوتة أنا بعشقها جدا. العطر أداؤه خرافي، 8 بلس أورز على الجلد على الملابس ضعف هاي الفترة. بيعطيكي فوحان، فوحان مش معبي المكان. أنا ما بحب العطور الستاتية اللي بتعبي المكان، لكنه إنه أي حدا بمر من جنبك راح يشتم هذا العطر، راح يشعر إنه هذا الشخص اللي راشش هذا العطر بيعرف شو يرش، بيعرف شو يقتني، خاصة في فصل الشتاء، مع اني مش كثير بشوفه أجرسيف في فصل الصيف والربيع. وغريبة بالعادة العطور الشتوية بتكون عدائية أحيانا في فصل الصيف فصل الربيع. هذا العطر شتوي خريفي، ممكن يكون ربيعي، وفي ليالي الصيف ممكن تستخدميه. أي حدا رح يشم العطر رح يعرف إنه هذا الشخص ذواق فهمان، بيعرف شو يرش، بيعرف شو يرتدي، بيعرف شو يلبس. عطر أداؤه جميل، نوته جميلة، ريحة جميلة، وسعره متوسط جدا. العطر مثير، جذاب، سكسي، ورح يحصل مديح من الرجال والنساء على حد سواء، بنصح فيه كثير. في نهاية الفيديو بشكركم على المشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا لايك، وما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. إذا عندكم أي استفسار ما تنسوا تضيفوه في خانة التعليقات، وما تنسوا تشتركوا في حسابي على سناب شات وإنستغرام وفيسبوك. شكرا على المشاهدة.